واحدة بتقول أنا سيدة متزوجة وليت فلان، وزوجي يمتلك سيارة أجرة ويدفع أقساط شهرية ليعمل عليها لزيادة الدخل، ولكن بسبب حالته النفسية والصحية لم يقدر على العمل بما يكفي مصاريف البيت، وهو يدبر مبلغ للقسط الشهري وأنا بسحب من هذا المبلغ لإحتياجات الأطفال زي الدروس بدون علم، وأنا حيرانة خايف أقول له الحقيقة، وهل هذه خطية أم لا؟ طبعا خطية، تاخد فلوس بتاعت زوجك اللي حاططها لغرض معين بدون إذنه. طب افرض اكتشف الحقيقة والاقساط ما اتدفعتش وخدوا منه العربية؟ لا يا بنتي لا، طريقتك دي مش مظبوطة. ما تاخديش فلوس من زوجك بدون اذنه لا، وخصوصا اذا كان فلوس محجوزه لغرض معين.